تجيب هدف في افضل من افضل حراس العالم. توفيق الله الحمد لله. شايف الحارس متقدم؟ اي شايفه لانه كانت دربكه وانا جاي من ورا وشايف الحارس الحمد لله. الوالد كان يستنى الهدف هذا من زمان. نتكلم عن تيشيرت الهلال اللي معك حق سعود. الوالد كان يستنى الهدف هذا من زمان، شكل الوالد نصراوي يا طارق. طيب اليوم الهدف الاول للهلال. لا 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 شيء يضحك ابو بدر. قول. لا 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 صراحه قلت نكته ذبيت اوجعتني يا اخي. حاول مره ثانيه. ليش دخلك انت في الموضوع ابو بدر؟ لحظه، ايش دخلك انت في الموضوع ابو بدر؟ ايش دخلك انت في الموضوع ابو بدر؟ اسمعني ابو. النصر فريق كبير، لا انت ولا غيرك يستهزئ فيه. ما حد يستهزئ فيه، وانت اصلا ما تمثل نادي النصر هنا ولا لا؟ لا 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 هذا مقطع، هذا مقطع، هذا مقطع. قصوه يا جماعه وشوفوني. لا 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 مو بمنطق ابو بدر، مو منطق ابدا. لما تقول شكل الوالد نصراوي ايش تقصد؟ فسرنا ايش تقصد. يعني مين منافس، مين منافس الهلال؟ مين منافس الهلال؟ مين منافس الهلال؟ لا 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 تروح فيها ابو بدر. انت تعرف وانا اعرف وفاهمين بعض. أيوة. هذا النصر يا ابو بدر. أيوة. هذا كبير الرياض. أيوة. ما هو انت ولا غيرك استهزئ فيه. محمد اهدى شوي بس. وانا وانت اهدى. معلي معلي انت اهدى عشان اضحك لك كم. لا 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 انت تحت ضغط، شكلك تحت ضغط تاثير السوشيال ميديا. اهدى شوي. لا 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 انا برضه اللي تحت. لو لو سمحت. لا معلش معلش معلي هذا هم، احنا ما لنا دخل. روق شوي واهدى، احنا قاعدين في برنامج وانت لا تمثل نادي. انا مروق. خلاص. أوكي.